يمكن كتار مننا بيشوفوا الطفل الصغير عم يبكي بحساسية زايدة عن غيره من الأطفال وبيتساءلوا إذا كان أقرانه عم يتعرضوا لنفس الموقف بس ما عم يعملوا نفس ردة الفعل، شو السبب يا ترى وهذا الشيء على شو بيدل؟ صحيح سلمى، واليوم الحساسية المفرطة إن كان للطفل أو للشخص الكبير أكيد رح يكون في إلى آثار سلبية على شخصيته وقدراته العقلية، ممكن تدخله بمتاهات كتير وممكن كمان تزيد عنده حتى ما ممكن أكيد تزيد عنده الإجهاد والقلق والتوتر والانفعال والعصبية. فاليوم كتير من الضروري من كل أهل إنهم يعرفوا سمات أطفالهم الحساسة ويعرفوا كيف ممكن إنهم يتعاملوا معهم ويفهموا طريقة تفكيرهم أو يتجنبوا هي الصفة عندنا. اليوم الحديث عن هذا الموضوع بشكل مفسر أكثر معنا اليوم الاختصاصية التربية الخاصة ريم سعدي. صاد صباحك وأهلا وسهلا. صباح النور، أهلا وسهلا يا هلا. صباح الخير ريم. صباح النور، أهلين أستاذ. يعني اليوم رح نحكي عن تقريبا هيك شخصية الأطفال وحددنا بالذات الطفل الأكثر حساسية. تمام. ويمكن أول الإشارات أنه هو ردة فعله بأي موقف تتغير شوي عن غير موقف. تمام. عن غير مواقف، هل هي هي الصفة الوحيدة اللي بتميزه أو لا؟ خلينا نبلش نعرف أكثر. تمام. الطفل الحساس، هلا الحساسية خلينا نتفق اللي بدها تكون عند الأطفال وبعدين عند الراشدين هي نتيجة يعني مشاكل انفعالية، أو ما خلينا نسميها مشاكل بس نتيجة أحداث انفعالية ممكن تكون كتير وراثية وممكن البيئة تساعد فيها اللي بينمو فيها الطفل داخل الأسرة. ما عندنا شيء اسمه بالاضطرابات أو بالمشاكل عند الأطفال أو عند الراشدين الشديد الحساسية. هو دائما عرض من شيء أكبر أو مظلة أكبر بدها تكون منه. خلينا نحكي عن الطفل الحساس. غالبا هي من هو بيكون طفل رضيع لسه، طبعا بالأشهر بنلاقي إنه هو فورا بيتأثر، أو ممكن بتقلك في تعبير عند الأمهات إنه قلب شفته، يعني إنه بلش بده يبكي أو تضايق أو زعل. غالبا هذا بيكون شيء وراثي، يعني كل ما نحن شفنا مظاهر بطفولة مبكرة أكثر غالبا هذا بتكون وراثي، لأنه لسه البيئة ما قدرت أو لسه ما إجت دورها بإنه هي تساعد بالورد الشخصية عند الطفل. خلينا نقول إنه بالشكل العمومي الطفل عنده وراثي. تمام. ولساته طفل صغير وعنده حساسيات، يعني ممكن نهر بسيط من الأم لموقف أو فعل عم يعمله ممكن إنه يأذي، سبب له نوبة من البكاء، الهستيرية أو الإحباط، يعني الإحباط يعني اللي ممكن إنه ياخذ زاوية ينزوي فيها وبين عليه الحزن والزعل. غالبا الأطفال ما بتعرف ليش هي نهرت أو ليش إنه ممنوع نعمل هيك حسب عمره، يعني إحنا بدنا نفسر ممنوع لأنه بصير 1 2 3، أما ما فينا بس نقول ممنوع ونسكر الباب، لأنه هو ليه ممنوع؟ معناته أنا عم بتعرض لأنه إنه ما أعمل شيء، ما لازم أعمل شيء، أنا بس لازم أضل هيك قاعد. تمام. هي إذا حكينا على الطفل الحساس. بدنا نضيف كمان إنه أحيانا يعني أطفال فرط النشاط، أطفال اللي عندهم قلق طبعا ممكن هذا يكون كتير بجزء منه وراثي، أطفال اللي عندهم اكتئاب طبعا نتيجة الظرف أو عندهم الشخصية الاكتئابية، يعني حتى لو لسه ما تبلورت بس إن عندهم بعض السمات اللي ممكن البيئة تساعد بأنه تكون الشريحة تبعها أوسع، أو أنه نحن نقدر نسيطر عليها ونحافظ عليها من الطفولة. هدول كل الأطفال اللي عندهم نشاط زائد أو اللي عندهم مشكلة بالانتباه بتكون عندهم حساسية أعلى نتيجة مشكلة بالجملة العصبية، يعني خلينا نسميها مشكلة أو بيكون في خلل بسيط يعني إيجابي أو سلبي بيعطيهم هاي الحساسية اللي هو الانفعال، البكاء الشديد أو إذا بدنا نسمي الحساسيات، أو الفرح كمان. الفرح الشديد هو شيء من الحساسية، يعني لما تكون انبسط أو سعيد لدرجة كثيرة فهذا كمان حساسية، ممكن أي موقف بسيط يعطيني هاي الحساسية أو هاي الشعور بالسعادة. هلا اذا بدنا نصنف انه هاي الحساسيه مشكله ممكن احنا نشوفها اكثر بوقت دخول الطفل للمدرسه، يعني احنا كعائله ممكن ما تسبب لنا كثير مشاكل، من راضي بنحاول شوي ندقق على تصرفاتنا مع الطفل، بس بعدين وقت دخول الطفل للمدرسه بصير دائما في عنده شكوى رفقاتي المعلمه هون انا يعني سيف ذو حدين، صار انا كأم عاطفتي بتغلبني، فممكن انه انا فورا على المدرسة الولد عم يتعرض لواحد 2 3 في مشاكل، المعلمة ما يمكن المعلمة ما أنا حاببته، لا
مو هيك المشكله. فبنحن نخلق وعي يعني عند المعلمه او الشخص المسؤول بمكان هذا التربوي انه الطفل ليش ممكن يكون حساس، وعند الاهل انه لا نحن نتيجه 1 2 3. بنية الطفل الحساس هو غير حساسية، هو كتير بيلاحظ الأشياء، يعني هي عينه اللي بتقرأ قبل، عينه بتقرأ الشخص اللي قدامه، بتقرأ الانفعال، بتقرأ التصرف. يعني ممكن يجي حزين على البيت لأنه رفيقه نسي السندويشة تبعه وكان زعلان، حتى لو قاسمه بضل حاسس بنفسه أنه في رفيقه بكي. أو وبيلاحظ كتير في أطفال بنشوفهم بيقولوا لأهلهم أنه كانت المعلمة اليوم زعلانة. ليه؟ زعلانة. كيف عرفت انه زعلانة؟ ما ضحكت تمام، او ما طلعت فيني. طبعا هذا بيرجع لقدرة تعبير الطفل الكلامية اللي عنده، بس بيقدر هذا الطفل يشوف الشخص اللي قدامه وياخد الشعور تبعه من دون ما يبذل المجهود اللي بتطلبه. بعكس باقي الاطفال طبعا هدول نسبتهم شوي بتكون قليلة، يعني ما عم نحكي عن يعني يا دوب 15 انكترت 20% من الأطفال، يمكن هدول يصيروا يكونوا راشدين. الحساسية هي الحساسية الزايدة هي إلى إيجابيات، يعني هي ما أنا شيء سلبي، لا إلى كتير إيجابيات، بالأخص إذا ترافقت بالكبر مع المهن يلي بدها بدها كتير إنسانية، بدها كتير تقدري تعرفي التصرفات أو السلوكيات الأشخاص يلي أو الأطفال اللي بيكونوا جنبك. ومنها مهن كل شيء بتختص بالطب النفسي والعلاج النفسي والأخصائيين النفسيين، هدول الأشخاص مثال يعني مو الحصر. القدرة الحساسية اللي عندهم هي السبب النجاح عندهم بالأعمال تبعهم أو بالعيادات عندهم أو بالقصص اللي بيشتغلوها مع الأطفال. هي بتكون نقطة كتير إيجابية ليكونوا أشخاص ناجحين بهذا العمل. تعامل معهم صعب طبعا، لأنه دائما أنت كشخص بدك تتعامل معه في مفصل قدامك أنه أنا أعمل هاي الخطوة ولا رح ضايقه أو رح خليه يتحسس مني. خلينا نكون مفتاح كتير بسيط بالطفولة، أنا خليني جنب هذا الطفل دائما بقولهم للأهل أنه حطه، لأنه بده يعطيكي مظهر خجل. يعني ممكن يكون طفل خجل بالمدرسة أو بمحيط العائلة، هو طفل محبوب لأنه طفل بالمجمل ما له أي مشاكل، يعني ما رح يعمل خناقة مثلا لياخد، فهو رح يتاخد منه غراض وحيكون مبسوط سعيد أنه هو ساهم بإسعاد الأشخاص الآخرين. ممكن يكون مع عيلته ويشوف أنه في شخص مستوى المادي ممكن يكون قليل، يشوف مثلا الثياب اللي لابسها او طبيعه الاكل، يعني الاطفال يعني بيلاحظوا كثير تفاصيل بسيطه. ممكن يرجع البيت هو حزين انه انا شفت يا ترى بيقدر ياكل، كشفته نايم بالشارع، ما راح يبرد، ما حتاخذ حيز من التفكير، الاهل حيستغربوه. واذا تهاجم من الاهل او من الاسره، كيف يعني تهاجم؟ يعني انه خلص لا بصير، لا هذا حيضل شاغله هذا التفكير، ما حيقدر يتخلص منه بسهوله. فهي حتكون يعني صعبه شوي التربيه بالنسبه للاهل مع هذا الطفل، بدهم يراعوا شوي مشاعر، لا يتجنبوها، بدنا نحطه دائما ننمي عنده الشيء التجريدي، يعني الشيء اللي بنخلي المنطق بنفس علو العاطفة. منطق يعني في عنا كتير رياضيات، في عنا كتير شعر، في عنا كتير قراءات، هي قدر الإمكان بتوازن عند الأطفال بحسب العمر العاطفة مع المنطق، فبيكون الوضع ألطف. طيب خلينا نضوي على نقطة كتير مهمة. اليوم أنا إذا طفلي بيتحسس من أي كلمة أو أي موقف صغير وما بيتحمله فوراً بيصير بيبكي يعني لدرجة البكاء الشديد يعني بقهر. هون طريقة التعامل مع هذا الطفل كيف وليش، شو سبب هذا البكاء الشديد؟ تماماً. هلأ حتى ما كتير أضوي أنا على المشكلة ودائماً حسس أنه لأ لازم نحن يكون في بكي وهذا أنه خلص، بدي اتعامل بالوش الجامد الثابت. يعني انا متعاطفه بس انا بنفس الوقت ليه هذا التداعي هذا تبع الموقف؟ طبعا. ليه اهدى فكر وبنحكي. دائما بقول بس على حسب عمر الطفل، بس يهدى الولد ويبلش يحكي، انا فيني هون وقت حكيه يستوعب او يفهم الكلام اللي عم بحكيه او اشرح الموقف يلي صار، انه ليش عم تبكي مثلا. تماما. حتى الشخص الراشد، يعني انا وقت بدي يكون عندي شخص راشد. هلا كنا عم نشوف من شوي بانه في كيف الاشخاص الكبار او الراشدين بحسنوا شوي نفسيتهم بانه يحكوا مع اصدقاء مقربين. طيب
حلو، انا كصديق مقرب او كانا اخ او اخت بالعيله مقربين نحن من بعض، دائما لازم انطر الشخص ليهدى. شو ما حكيت بفتره الانفعال تبعه العاليه هو ما رح يسمعني، لانه العاطفه بتخفض المنطق، يعني ما حيقدر يستوعب اي شيء او يحلله صح. فانا دائما بستنى اللي قدامي ليهدى حتى لو كان طفل، بعدين ببلش بحكي انا وياه. اما اذا بدي حاكي وهو بقمه انفعاله لحاول هدي، لا حيهدى وحينفر مني وانا راح اعصب انه طيب شو اعمل اكثر من هيك. لا، خلينا يكون في بايدينا استراتيجيات، اهدى روح منفكر منحل، ما بيستدعي الموقف كل هذا. وبقول ليش ما بيستدعي؟ مره على مره انا بعمل له خبره، يعني بحطه بكثير خبرات وبعرضه نفس المواقف ومنحلها، هون بخفف الحساسيه. ممكن يصير لحاله تماما. نعم، ممكن يصير لحاله ويفكر ويحل مشاكله لحاله. الخبرات راح تعلمه، الحياه راح تعلمه تماما، حتى لو ما كان في تدخل، بس راح يكون تعبان. يعني حيكون تعبان. الحساسيه هي متعبه، ما انا كثير ممتعه، هي بتفيد بكثير تفاصيل بس هي متعبه للشخص اذا ما كان في له داعم دائما يفسر هاي الاشياء او يفهم حساسيته. بس انه بنفسه طبعا على الرشد حنكون بنفسه، ايه بنفسه حيكون، بس ممكن لاقي عنده بعض المشاكل النفسيه، هذا وارد اكيد. طب استاذه ريم، يعني هي احد الاستراتيجيات انه انا اصغي له، اسمعه، شوف شو المشكله لحتى يهدى بعدين احكي معه. كمان احيانا كثير ما بتكون هي رده الفعل، في اطفال بيكونوا حساسين جدا بس بينعزلوا، يعني بياخذوا العزله لهم، انه ما بده يحكي مع حدا، ما بده يقول لحدا شو صاير معه، بده يبكي لوحده، بده يحبس لحاله بغرفته، ما حدا فهماني، ما حدا عم بحس فيني. تمام. بيعيشوا، في اطفال بيعيشوا من هذا الجو، كمان هدول كيف ممكن يتعامل معهم الاهل؟ تماما، حلو كثير. هلا هون نحن غالبا بنكون بلشنا نصير على حفاف المراهقه. ممكن يعني من 9 وطالع، كونه هلا المناخ عم يلعب دور بالفترات اللي عم تكون فيها، يعني هي 9 سنين هو عمر طفولي، بس هو عم يكون اعتاب مراهقه ببعض المظاهر. اللي بينعزل وبيقعد لحاله، انا اعطيه المساحه، بس بنفس الوقت امتى انا بفرغ او امتى انا بحكي شو اللي جواتي؟ وقت بكون مندمج بعمل بحبه. فاللي يعني بيكون قاعد وعم يحكي معي وعم يسالني، انا حاسرد، يعني حاحكي وانا مرتاح، دماغي شغال وعم بحكي شو صاير معي. غالبا بنتعامل، بنحب نقول للاهل انه رسموا الوان ورسموا وراء وبنحكي. ممكن نحن نطلع نمشي، دائما كل شيء حركي بخفف من المظاهر النفسيه او مشاكل النفسيه اللي بتكون عند الشخص، يعني بخفف قلق، بخفف اكتئاب، بينصحوا فيه كثير الاطباء النفسيين، اللي هو الرياضه والحركه. فينا نطلع مشوار، فينا نروح على جنينه بحسب عمر الطفل، فينا نرسم، فينا نسمع موسيقى كثير كمان، فينا الموسيقى ممكن تكون صاخبه، يعني نرقص، يعني نحرك، نقعد نضحك، فبنحكي نكون مرتاحين، الدماغ قدران انه يخرج المشكله اللي صار بأريحية. تماما. احيانا الطفل ما بيلاقي مصطلحات ليقول شو المشكله، ما بيعرف يعبر، ما بيطلع بايده، فبينزوي. بدي احاول دائما انا اعطيه، معقول انت حاسس مثلا، معقول انك زعلان لانه رحت وكان ضايع منك الالم، معقول انت زعلان المس فكرتك مانك دارس لانه نسيت انت كلمه، معقول اعطي احتمالات على حسب المشكله، يعني قدر الامكان لحتى ساعده بانه تكون، يعني تساعده اللغه بانه يعبر عن المشكله تبعيته. ولكن اليوم ما كثير موجوده، يعني الام الله يساعدها بدها تلحق على كل شيء، ممكن صح. ثقافه الحوار ما تكون موجوده عندها مثل ما تفضلتي حضرتك، وممكن بما انه هي متواجده مع الطفل اكثر من الاب، فممكن ترتكب بعض الاخطاء بالتعامل مع هذا الطفل الحساس. شو هي ممكن تكون هاي الاخطاء اللي ممكن تعقد الحاله او تزيد منها؟ كثير هي بنسمع احيانا انه ايه خليك عم تبكي، خليك زعلان، خليك متضايق، لا تحكي. هون انا بثبت، يعني هون انا بارجي الولد يعني انه مو فارق معي، فهي حتزيد حساسيته انه انا مو معناته انا مرفوض، يعني انا حتى من الاسره مرفوض، حتى من الوالده مرفوض. ما فينا نحط اللوم على الاهل، لانه كمان الاهل هن مضغوطين. صحيح. يعني خلينا ناخذ ابسط شيء والاشياء اللي مانا مكلفه، يعني نحكي على الطبقه الوسط من الاهل او الطبقه اللي اقل من الوسط.
دائما نخلي براسنا، يعني زي ما نعطي توصية انه الحركة وحتى الاعمال المنزلية برغم بساطتها هي بتخفف من حدة العاطفة او بتخفف من حدة الانفعال. فنحن نقوم فيها، يعني بتوقع كلياتنا قادرين انه نعمل 10 دقائق او نص ساعة نرقص بالبيت موسيقى عالية او صاخبة شوي، تخرج الشحنة الانفعالية اللي عنا، نطلع نمشي. انا اما ضغوطة طيب امشي، امشي كل يوم نص ساعة ساعة هي كفيلة. ما عندي وقت بلتقى وقت، يعني انا ماني مع فكرة انه ما عندي وقت ما عم لحق. طب هي اساسي خلينا نحطها، مثل ما نحن بنقعد 10 دقائق نص ساعة لناكل او لنشرب القهوة تبعيتنا او لنقرأ كتابنا او لنتصفح الفيس. ما في ام او عائلة او اهل ما بيقعدوا بتصفحوا الفيس اقل شيء او وسائل التواصل اقل من نص ساعة. طب هاي النص ساعة هي كفيلة اذا انا طلعت مشيتها بانه تساعدني، هي بديل دوائي ببعض الاحيان انه انا اكون مرتاحه اكثر وراجعه بنفسي حلوه. لانه انا بس اطلع امشي انا عم شوف ناس عم بتفرج، عم شوف عم فرغ، يعني حتى السيارات اللي عم تمشي قدامي وانا عم تابعها بعيني كمان هي عم تسحب مني شحنه انفعاليه انا رواق. واذا بكون انا وعم بمشي عم بسمع شيء، يعني مثلا ممكن كثير نرجع نحط شيء بايدنا ونسمع حتى ما نضايق اللي حوالينا، فكمان هي حتكون حتساعد بشكل اكبر. دائما في حلول مهما كانت بسيطه ومهما كانت البيئه ضعيفه او ما في او نقول ما في امكانيات لا في دائما في ما في، يعني ما في هذا الياس انه ما في وما بنقدر، مندور منلاقي اكيد. يمكن كمان استاذه ريم مثل ما قلتي هو تنظيم الوقت شيء اساسي لحتى نقدر نحل اي مشكله كان سلوكيه مع اطفالنا. قبل ما نختم، اهم النصائح اللي بتحبي توجهيها اليوم لكل الاهل ان كان اللي عندهم طفل حساس او عندهم مشكله ما عم يعرفوا يتعاملوا معها، ايمتى يتوجهوا كمان لاختصاصي؟ تمام. يعني بحب اقول انه الطفل الحساس هو طفل موهوب، لأنه غالبية يعني الفنانين بيختصوا بالفن، بيختصوا بالرسم، بالموسيقى، بكتير تفاصيل. نرجع لطفولتهم حلاقيهم هنا كانوا أطفال جدا حساسين، فالحساسية عند هدول هي نعمة إذا قدرنا نسقلها ونشتغل عليها كتير منيح، حتكون ميزة عن طفلنا، حتكون ميزة عنا بالأسرة. بدها شوية صبر وطولة بال بالتعامل، بس هي ميزة، وكل ما سقلناها نحن ساعدنا طفلنا. ودائما نلجأ للمنطق بحل اي شيء بتواجه معه الطفل، ونقرا، يعني ابسط شيء انه نقرا. نحن كأهل كثير حنفيد اطفالنا بهي الناحيه. والاخصائي اذا انا اعدمت الوسيله باني ساعد، الجأ لاي اخصائي باي مراكز. الدوله كثير عامله مراكز وفيها جزء منيح مجاني، يعني ما حتكلف شيء. تمام. بسأل واكيد حيجاوبوني. يعني اتفقنا انه ما في علاج لهي المشكله، بس في خطوات ممكن تخفف. تماما، هي العلاج هو الاستيعاب والاحتواء. اكيد. بالختام بدنا نتشكرك استاذه ريمو، وشكرا لكل النصائح اللي قدمتيها، وان شاء الله يا رب هيك يكون الوعي الكافي عند الاهل. يعني مهمه ما سهله ابدا، اليوم الام بدها تكون طبيبه. تمام. نفسيه. تمام. ومعالجه، وكثير من الاطفال وللعائله. شكرا لكم.